التلفزيون الرياضي مشوف تيفي، اهلا بكم. انهزم نادي الرجاء الرياضي امام نادي فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجوله الخامسه من دوري المجموعات لكاس الكونفدراليه الافريقيه بملعب الشهداء في مدينه كينشاسا الكونغوليه بنتيجه هدفين نظيفين بتوقيع كل من اللاعب فارس نجوما في الدقيقه 50 وجون مارك ماكوسو في الدقيقه 59. يتاجل امر التاهل الى الجوله الاخيره. يستعد محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة المشرفة على تسيير نادي الرجاء الرياضي إلى مراسلة وزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على اعتماد تحول فرع كرة القدم إلى جمعية أحادية النشاط. وكشف مصدر خاص لشوف تيفي أن محمد أوزال كلف الرئيس الأسبق عبد الله غلام بتحضير ملف الذي سيرسل للوزارة من أجل الحصول على الاعتماد المذكور الذي سيمكن الفريق الأخضر لكرة القدم من التحول إلى جمعية أحادية النشاط. تابعت شوف تيفي تطورات التسمم الغذائي الذي أصاب أمس بعض لاعبي فريقي اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة. ووفق اتصال لشوف تيفي بمسؤول وزنين بالمغرب الرياضي الفاسي منظم دوري المرحوم حميد الهزاز، تأكدنا أن هناك تحسنا كبيرا في الوضع الصحي للاعبين المصابين بعد تدخل ناجح للأطقم الطبية للفريقين، وأن اللاعبين تجاوزوا الوضع الحرج الذين عانوا منه. دوليا، هاجمت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي مهاجمها الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أول ظهور رسمي للنجم البرتغالي مع نادي السيد العجوز. ورغم تحقيق النادي الإيطالي للفوز، إلا أن صاحب الكرة الذهبية كان محط انتقادات من طرف بعض جماهير السيد العجوز والتي لم تقتنع بالمستوى الذي قدمه في أول ظهور رسمي له مع الفريق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.